بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وجمعني الله وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أتواصل معكم في كل يوم جمعة ببرنامج يستفتونك. الله أسأل أن يتجاوز عني وأن يفتح علي فتوح العارفين. إخواني وأخواتي، موضوع حلقتي لهذه الجمعة موضوع نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه. سأتكلم عن أحكام الصيام، وبما أنه أيام رمضان ما بقى لها شيء إلا أيام معدودات، ونحن ندخل هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الطاعات، شهر التراويح. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي لا بد أن نشمر عن سواعدينا ونذهب ونعود إلى الله. طبعا العودة إلى الله والذهاب والسير إلى الله لا يختص في رمضان، ولكن يستطيع المؤمن المسلم أن يعزم النية من الآن، ويعني يعلن التوبة والاستغفار ويعود إلى الله بقلبه وجسده. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن نكون من أهل القيام ومن أهل الدعوات ومن أهل التراويح. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحبابي، أحكام الصيام، عندما يتكلم العلماء عن الصيام في كتبهم يذكرون ويعرفون، يقولون مشروعية الصيام تنطلق من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا إخواني، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. والله تعالى جعل ثمرة الصيام التقوى، قال لعلكم تتقون. فمفهوم المخالفة صيامي وصيامك إذا لم يكن نتاجها التقوى فنحن مساكين حقيقة. يعني فإذا رب العالمين عندما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له، أي لا أجر له في هذه الصلاة. فإذا ثمرة الصلاة هي النهي عن الفحشاء والمنكر، وثمرة الصيام لعلكم تتقون. فإذا وجد التقوى في الصيام فثم الأجر وثم الصيام وثم ما يريده الله تعالى. فإذا إخواني، لابد أن نعقد النية بأن الصيام ليس فقط الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، لا، بل الإمساك عن اللغو، الإمساك عن المنكرات، الإمساك عن النظر بما لا يرضي الله تعالى، الإمساك عن الغيبة، الإمساك عن النميمة. ولهذا يعني ليس لابن آدم إلا يعني إذا لم تنهو صلاته أو الصيام لم يكن ثمرته التقوى، ليس لابن آدم إلا الجوع والعطش، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تضرب هذا وتختاب ذاك وتكذب في تجارتك وتخون زميلك والمنكرات، فليس من صيامك إلا الجوع والعطش. وكذلك فرض الصيام أخواني، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: بني الإسلام على خمس، ومن ضمنها صوم رمضان. وكذلك إخواني، الصيام له خصوصية عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. رب العالمين يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الله تعالى يعطي ويجزي بالصيام ما لا يعطي وما لا يجزي بأعمال أخرى. إخواني، ربما الإنسان يتراءى في الصلاة ويكون مرائي في أعمال إلا الصيام، فإنه يمتنع عن الطعام والشراب والجماع وملذات الطعام من أجل الله تعالى. فالله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ف
فإذا هنيئا لمن يصوم وهنيئا لمن يقوم وهنيئا لمن إخواني يكون من الصائمين في شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصائمون يدخلون أو لهم باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. هذا الباب باب في الجنة، الجنان لها أبواب ومن ضمن أبوابها باب الريان، وباب الريان لا يدخله إلا الصائمون، ينادون أين الصائمون أين الصائمون، إن كانوا صائمون في يعني رمضان أو كانوا صائمون في يعني الاثنين والخميس أو من حبب له الصيام فيدخلون من باب الريان. فإذا إخواني وأخواتي، عندما يتكلم العلماء عن مشروعية الصيام يذكرون قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه، وكذلك يبدأون على من تجب الصيام. الصيام على من يجب؟ قالوا يجب على المسلم والبالغ والعاقل والقادر على الصوم، أربعة تجب عليهم الصيام أو الصوم. المسلم يقينا بخلاف الكافر وغير المسلم لا تجب عليهم الصيام، وكذلك البالغ. إخواني وخواتي، البالغ من الذكور أو من الإناث، البالغ من الإناث عندما تحيض، إذا حاضت فقد بلغت أو هناك سن محدد أنه المرأة تبلغ فيها، وكذلك الشاب الذكر عندما يحتلم يستحلم فهو قد بلغ، والأعمار متفاوتة بين 13 وبين 15 وأقل وأكثر بذلك يعني. فإذا إخواني البالغ يكون عليه الخطاب وجوبا، يقع عليه الخطاب، دون ذلك الغير بالغ لا خطاب عليه. ولكن لو أرادت الأم أو أراد الأب أن يصوم ابنه الصغير أو بنته الصغيرة فلا بأس بذلك، والأجر يكون للأبوين، هو تهذيب للصيام وتدريب وتعليم للصيام، ولكن من غير ضرب ومن غير إنكار وزجر شديد، يحتاج الأمر إلى ترغيب في ذلك يعني. حتى لو صاموا نصف النهار أو ثلثي النهار أو ثلث النهار شجعهم على ذلك. في الأيام الأول يصومون ساعتين أو ثلاثة، في الأيام الأخرى الأواسط يصومون خمسة أو ستة، وهكذا في الأيام الأخيرة ربما يصومون كل النهار، وإذا لم يصوموا فما في مشكلة أبدا، هم غير مخاطبين، ولكن للتهذيب وللتعليم جائز لا بأس به. هذا موضوع البالغ. كذلك موضوع العاقل، من ذهب عقله لا صيام عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم أي قلم الجناية أي لا عقوبة عليه، ومن ضمنها العاقل، من ضمنها النائم حتى يفيق، ويعني والمجنون حتى يعقل يعني. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رفع القلم عن ثلاث أي قلم الجناية إخواني، النائم أو نعم من معي؟ تمام أخي عمر تفضل. مرحبا. نعم تفضل أخي عمر. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا عمر، شلونك شيخ؟ والله الحمد لله بزين، ماشي الحال. شيخ أنا طالب بالجامعة وامتحانات الصادق في رمضان. الله يعينكم. إيه إيش بيه طالب؟ شنو طالب بالجامعة؟ شنو يعني سؤالك؟ والامتحانات الساعة الوحدة يعني برمضان قصدك؟ إيه برمضان. وتريد تفطر مو؟ اي نعم برمضان. وتريد حسين يفتي لك بالافطار؟ اي يا بشي خلصني. ماشي تسمع من الجواب الان. من معي؟ ما في. عمر اخي الكريم، انا تكلمت في الحلقة الماضية او اللي قبلها عن موضوع الافطار بالنسبة للطلاب والطالبات في شهر رمضان. يعني مو اني، ما في احد اخي، ما في احد موجود على وجه الارض من العلماء اليوم يقول لك أنت يجوز لك أن تفطر هكذا فتوى عامة، ما في. يقولون لك أخي الكريم أنه أنت إنو الصيام وتسحر وتوكل على الله وروح للامتحانات أو في نهارك اللي إذا غلبك الجهد وصلت مرحلة أنه أنت يعني تعبت جدا وما تتحمل أخي أفطر،
افطر وما عليك بس القضاء، هاي للطلاب والطالبات. أما إذا أنت عندك إمكانية أنه تستطيع أنه تتسحر وتصلي الفجر وتنام قليل بعد الفجر وتروح لامتحاناتك بكامل وعيك وطاقتك الجسدية، فأنت ما عليك افطار، حالك حال من تجب عليهم الصيام يعني. فإذا ماكو أخي هكذا افطار أنه يقول لك افطر ما في مشكلة، يعني أنت أخي توكل على الله وحاول تصوم وحاول تتمم صيامك يعني، والله أعلم. نعم. اثنين، من معي؟ أم عمر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. مرحبا أم عمر، مرحبا. شلونك شيخنا؟ الحمد لله بخير، ماشي الحال. بمناسبة مرور يعني قرب رمضان إن شاء الله كل عام وأنت بخير وكل الشعب العراقي. أنتم جميعا يا ربي بألف خير إن شاء الله. خير يا رب إن شاء الله. عود علينا وعلى أمة محمد الإسلام بالخير والصحة والعافية. آمين يا ربي، آمين آمين. شيخنا. نعم. أنا عندي تمزق بلش هاي ما ركبتي وعندي كسر بكتفي. نعم. يعني عمره يعني قبل 50 سنة. نعم. ايوه عندي رجال يعني الحجينة يعني رجال شوية تعبان يعني أقول له روح على ابنك على ولدك شيله خماص ابنك أتم من وراء يعني عبن أقول عبن عندي كسر بكتفي اليسار ما ليدي. يعني أنا ما فهمت يعني شنو الرجال يعني شنو زيارة الأبناء؟ عندي كسر بكتف اليسار مال إيدي وتمزق بالركبة مال رجلي نوبات يعني أقول له روح على ابنك يعني على بناتك خلي يشيلوك أنا ما عاد أقدر يعني خمس ابني اسم من وراء هذا الموضوع. مدارات الرجل أوه في الرجال متعب المرة هو صاحي وتعبه هو مريض. انت كيف النسوان بس هو حقه عليك يا اختي ام عمر. اي وين يروح البنت هم الزوجة وعنده زوج والابن هم تلقيه متزوج وعنده زوجة وعنده مشاغل الحياة تعبه. اي هاي هذا الرجل ترى ما يتحمل احد يمكن حتى خواته واخوانه ما يتحملوه مثل ما تتحملي انت فانت حاولي يعني اي ما يتحمل حتى ابنه ولا كنت لا يروح نهار نهارين يطردوه. انت يا سليش ضايجة من عندهم تعبك هو ما انا عبد عندي كسر بكتفي من قلت له لي اليسر وتمزق بالركبه مالي رجلي اليسرى همين وما اقدر يعني زين بناتش مو قريبات بناتش مو قريبات عليك خلي يجون بناتش كل فتره مثل الجدول يسوي عنده يعني خما يعني سيدنا اذى علي لما اقول له روح لا عيني مو يجون يعني كل فتره يجون يمك تضيف بيت مدارات كذا يعني ارتاحي يعني تعرف الرجال شو بيريد لما تقولي والله يا شيخنا وتعرف يعني عيني عيني ام عمر اسمعي مني اسمعي اسمعيني ام عمر ما اقول لك تعوفين الله يديك بارك الله بيك خيي الله يحفظك اسمعين خلي تسمعني ام عمر زين لان هواي كويش نساء يعني ضار ما اقول لك انه عادي عوفي وذبي على بناتك وولدك هذه مستحيل طبعا ليش لانه الزوج ما له بس زوجته والمفروض الزوج يفكر انه هو ما له بس زوجته يعني اسمعوها يا رجال نعم عندك أخت نعم عندك أخ كلهم مشاغل ومعب هاي سنة الحياة مع زوجاتهم ومع أزواجهم ومع أبنائهم فأنت إلك الزوجة يعني أنت كون طيب معاها وكون حنون وياها حتى تتذكر من تكبر يا معود حتى من تكبر تاقف لك ذن الشغلات يعني إذا أنت حياتك كلها واسع عليها أنا ما دا أسمعك كنترول زين يعني إذا أكون إيه فإذا أنت كل حياتك يعني تعب متعبها وما في كلمة حلوة وما في ذكريات حلوة خلي يوم يصير يعني أكيد يعني من تكبر أنت تتزع بسرعة يعني أي مو كل مرة طبعا أم عمر اصبري على مدارات زوجك وأنت مأجورة بذلك إن شاء الله يعني نعم عبد الكريم تفضل نعم تفضل أخي مرحبا ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا عبد الكريم اخي سلام عليكم شوك شيخي الحمد لله بخير الصوت ناصي كنترول نعم صحتك احوالك الحمد لله تمام هسه تمام اني زين الحمد لله تفضل شيخي انا عندي بس سؤال اي نعم السؤال مالي كالاتي ايه يا الله لا اسمعني من الهاتف انا عندي مثقالين 3 ذهب اريد اروح للصايغ اي تسمعني من الهاتف اخوي عبد الكريم الله يرضى عنك اسمعني من الهاتف اه عيني اسمعني من الهاتف لا اسمعك من الهاتف يا شيخي يلا ماشي اي
اريد هذا المثقل ثلاثة ذهب او التراشي ارزنطين للصائغ ايه في سبيل اخذ مثلا غير شكل، اخذ مثلا محبس، اخذ مثلا محبس غير شغلة، محبس نفس نفس ال يعني نفس الوزن؟ لا يختلف الوزن. اي تمام زين. زين يصير انطيه اني انطيه التراشي او انطيه المحبس واخذ نفس يعني بنفس الذهب، يعني انطيه الذهب وانطيه فرق؟ اي اذا تنطي فرق وياه مباشرة ما في مشكلة، يعني تلزم التراشي والفلوس وياهن وتنطيه اياه، تاخذ فد شيء اكبر قيمة يعني ماكو مشكلة. اه يعني انطي نفس الوزن يعني نفس الذهب. ايه. واخذ من انطي تراشي مثلا اخذ محبس. انا ما راح اقول لك ايش تاخذ. نفس الوزن تاخذ مثلا ثلاث مثاقيل عندك، تريد تاخذ خمسة مثقال. تخلي الفلوس ويا قيمة المثقالين الزايد وتنطيه اياه وينطيك الخمسة مثقال. انا واحد يسمع صوته مرتين هاي مشكله. بارك الله فيك شيخي، بارك الله فيك. اهلا اهلا، شكرا جزيلا، رحم الله والديك، بارك الله فيك. نعم نعم كنترول، تفضل يا ام احمد. مرحبا، تفضلي ام احمد. مرحبا، انت معي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا شيخنا، ممكن تصير اذا مو زحمه؟ اي تفضلي تفضلي. احنا عندنا مبلغ من المال عيد صاحب ابويا. نعم. وعندنا ما من المال هم ببيتنا. زين. واريد نزكي، يعني هل يصير نزكي اللي عند صاحب ابوي ولد البيت له بس البيت؟ ذاك منطينا دين منطيه؟ نعم. ذاك المبلغ الثاني منطيه دينه؟ انتو دين منطيه؟ اي يعني منطيل الصاحب ابوي يعني دين اخذ دين يعني برضه. يعني ممكن يرجعه ميؤوس منه لو ما ميؤوس منه ذاك الدين؟ نعم. ذاك الدين اللي منطيه ميؤوس منه يجيكم لو ما يجيكم؟ اي يجينا، يعني متأكدين انه يجينا المبلغ. خلاص اختي، يكون عليهم الزكاة على الفلوس اللي عندكم والفلوس اذا بلغ النصاب طبعا. والنصاب. نعم. والنصاب قيمة 200 مثقال فضة يعني. مو 20 مثقال ذهب، لا نفتي بالذهب الان، نفتي بالفضة. والذهب يعني عندي هم من اني محبسين ذهب، هم يرغم يعني اذا لا محبسين ذهب ما بي 20 مثقال اختي. انت النسوان بس غير تسالني غير تسمعني يعني الجواب، بس المحبس يعني ما بي 20 مثقال، النصاب 20 مثقال، اذا وصل 20 مثقال فما فوق ودار عليه سنه كامله تنطين الزكاه مالته. المحبسين ما بي 20 مثقال. عفوا. مرحبا. نعم من؟ نزار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف؟ كيف الحال أخي نزار؟ أنا عندي مرض الكلى. سلامات يا ربي. حطوا بالكلى عندي. إيه سلامات يا رب. الله يسلمك، باليمنى وباليسرى، والدكاترة قالوا لي لا تصوم، هاي صار 20 سنة أصوم. تمام. لا تصوم أبو الكلى مشكلة بالصيام، الله يعينك، تحتاج ماء وتحتاج هواية. فأنت ليش أنت معذور أخي نزار، معذور أنت ما تصوم. هل أفطر؟ إيه تفطر أخي، الدكتور إذا قال لك يأثر على الكلى مالتك وعدم شرب الماء بالنهار خصوصا في الصيف يضعف الكلى ويصغر من حجمها وسنتيمترات تصغر يعني، فأقصد أنت دكتور. والله حتى انتقل للحصوة الكلى الثانية. إيه ليش أخي ليش أنت؟ اشرب مي، ما أنا ما أريد أقلب البرنامج. والله غير تشرب مي، تشرب مي يعني سوائل. هاي الحالة أيوه ثماني لو أجر عادي. ما تؤثم أخي، ليش تؤثم إن شاء الله؟ الشرع ما فيك يعني تعصب وأنت مريض وكله وتهلك نفسك. أخي ما في، إذا موضوع الكلى ما طيب أخي تقضي يعني تفطر وتدفع فدية يعني عن كل يوم. عن كل يوم، شوف إذا اتفقوا العلماء لو 2000 أو 2500 على كل يوم، يعني عن كل يوم رمضان يعني. نعم أبو عبد الله تفضل. ألو. أهلا مرحبا أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صح الأحوال؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. أنا أريد منك السؤال، الله يكسر إيمانك إن شاء الله. آمين جميعا يا ربي. ألو. اتفضل أنا معاك، يلا تفضل أخي حياك الله. فضلك أنا مطلوب صلاة وصوم سنين ماضية قديمة علي، وأنا رجل كبير بالعمر، عمري 57 سنة حاليا. ما شاء الله، صحة وشوية صحتي تدهورت، مصاب بأمراض مزمنة. نعم. ما اعرف علي الشارع بيها، انا مطلوب حوالي كم سنه، 5 سنين 10 سنين، وما عندي قابليه اصوم مثل قبل لاسباب خاصه بي، اريد حكم الشارع. والله يبارك بك. اسمعني بالله، اسمعني ابو عبد الله، اسمعني ابو عبد الله. اولا انت اكيد يعني في داخلك راح تتوب وتستغفر على الايام اللي عفت بها الفراض، انا متاكد يعني من ذلك. وثانيا انوي من الان، من هاي اللحظه انوي انت راح تقضيها، من الان انوي. شيخ بدأ أسمع صوت بتقطع الشيخ من فضلك. يعني ما أعرف، إنوي من الآن، إنوي من الآن أنت راح تقضي الصلاة والصوم من الآن إنوي. نعم. يعني نعم. من هاي اللحظة بداخلك قول يا رب أني راح أنوي أو راح أقضي الصلوات وأقضي الصيام. الصلوات يمتى ما عندك فراغ سوي لك جدول، فاتك مثل سنة كاملة أقضي يومية 5 أوقات 10 أوقات 15 وقت، ماشي؟ أنت عندما تبدأ بالشروع يعني بالصيام بالصلاة، يعني الله يعطيك طولة عمر. لو مات الإنسان وهو يقضي صلاته هو كأنما قضاها، لأنه نوى خلاص، يعني بدأ بالتوبة والإعادة القضاء يعني. ماشي، هذا بالنسبة للصلاة. الصيام نفس الحالة، يعني انوي من هاي اللحظة أنه تقضي الصيام كل 2 وخميس على البراد، يعني غير 2 والخميس ما عدا إفراد الجمعة، أن حاول تقضي بعض الصيام اللي فاتك، يعني حاول تقضي. يعني ممكن شيخنا مغد مقاطعة من فضلك فتشنو؟ اي رقمي الخاص أخذ، لين عندي يعني فتوى بخصوص الصيام. ما دعتي على العام والمشي خلصني بعدين يعني المشاكل. ماشي عيني، أخذ رقمي الخاص، ما في مشكلة، حتى أعطيك فتوى بخصوص الصيام. يعني أنت لين رجل كبير ونعم يأخذ من كنترول. تمام. نعم، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا العزيز. الحمد لله. بهامن عمل نصر عادي من بلد من يثرب. بالنسبة عندي أمي أريد أجزها عمرها. زين. ها؟ وعمرها 52 سنة، يرحم الله محرم وياها لو عادي تروح هي ويا أقربائنا. 52 سنة إذا وياها أقرباء ومجموعة نسوة ثقات ماكو مشكلة، تروح عمرها. ماكو مشكلة. ممنون شيخنا، ممنون، بارك الله فيك، جزاك الله خير. حياك الله أخي، مرحبا مرحبا. نعم كنترول. تمام زين. إذا أتواصل مع أحبتي، وإن كان البث توقف عندي لأنه ما أعرف اليوم رداءة الصوت أو الصورة والموجود عندي النت يعني هم كذلك. إخواني إذا قلنا تجب أو يشترط أو على من تجب الصيام؟ المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم. هاي نقطة مهمة إخواني، القادر على الصوم. هناك إنسان قادر على الصوم وجب أو وجب عليه الصيام أو يجب عليه الصيام. هناك إنسان إخواني ما قادر على الصوم، إما لمرض إما لسفر، فهذا معذور. إذا كان فعلا العلة موجود مرض، ومثل صاحبنا الآن أبو الكلى نزار يتصل، هذا مريض، هذا غير قادر يعني، وإن كان هو صاحي ويمشي ويروح ويجي. نعم، من معي من الناصرية؟ حيدر. حيدر من الناصرية. تفضل أخي حيدر، حياك الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. ها كنترول قطع، يعني هاي مشكلة يعني جنوب وينقطع، ما أريد يعني أحد يعني يظل. زين حياكم الله، مرحبا. بلكي يتصل مرة ثانية أخي حيدر يعني الكنترول. زين، القدرة على الصوم إخواني، القدرة على الصوم، فالمريض الذي يعني يعلم أو يعرف أنه زيادة أو الصوم إذا صام ويزيد المرض به هذا الصوم فما يصوم إخواني، خصوصا إذا الطبيب الحاذق المختص قال له أنه أنت ما تقدر تصوم لأنه صيامك راح يزيد المرض مالتك، صيامك راح يأخر الشفاء مالتك، حتى لو يأخر، مو بس يزيد، حتى لو يأخر الشفاء. زين، فيعني لا صيام عليه، ما عليه إلا القضاء إذا كان يطيب بعد رمضان.
أما إذا ما يطيب بعد رمضان مرض مزمن سكر ضغط هاي الأمراض الموجودة ما عليه إلا الفدية. نعم عبد اللطيف تفضل. أخي عبد اللطيف تفضل. أخي عبد اللطيف مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي وفقك الله ورعاك وحماك. آمين جميعا. شيخنا الغالي وفقك الله ورعاك وحماك. صوت اسمعني من الهاتف أخي، اسمعني من الهاتف. عبد اللطيف ابتعد عن التلفزيون، اسمعني من الهاتف مباشرة. الشيخنا الغالي اطلب شخص ما مبلغ قدره 500,000 دينار. زين ولحد الان ما اعطاني وراح يصير سنه، هل عليها زكاه فطر زكاه ام لا؟ ال 500 دينار لا يبلغ النصاب، ما بي نصاب ال 500,000 عفوا، ما بي زكاه يعني ما يبلغ النصاب. لان احنا يسمعني وعبد اللطيف تمام بلكي انه سمع، يعني احنا بالزكاة اخواني عندنا نصاب للاشياء، اذا وصل هذا الحد ودار سنة كاملة عليه فيكون عليه زكاة وشروط اخرى الملك التام وغيره. فاذا ال500,000 يعني اذا قدرناها ب200 مثقال، ال200 مثقال فضة ما يطلع 500,000، يطلع اكثر يعني يعبر المليون ونص او مليونين يعني اكثر يمكن يعني. زين اي فاذا بلغ النصاب ودار عليه سنة كاملة فعليه زكاة يكون. اللقاء تفضلي تفضلي لقاء. من؟ السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا اختي مرحبا. الو تفضلي انا وياك. تفضلي اختي مرحبا. انا محنين من فليدة. أم حنين تفضلي مرحبا. أم حنين من تليده. أي تمام تفضلي. أي ما صمنا رمضان الفاتي صمناها بالشتاء، أديتها بالشتاء هاي. كيف ما صمتي رمضان؟ ما صمتي رمضان اللي مضى؟ أي صارت عندنا ظروف الهجة وما صمنا. والحد الآن ما صمتي؟ ايه يعني صار الظروف الهجة ما صمت. ايه ماشي صمناها بالشتاء هاي. لا صمتها بالشتاء صمتها بالشتاء. صمتي بشنو؟ صمناها شنو؟ كملي لي عبارة ما اسمع. صمتها بالشتاء صمناها بالشتاء. صمتي يعني صمت بالشتاء اديته عام اقضيته. اي هاي اذا صمتي خلص بالشتاء إيه؟ بالصيف بالخريف ما في مشكلة ابدا يعني. اي يعني انت ما كان كل ما دام كنتي معذورة اختي اكيد نزوح وكذا واجا الشتاء جو بارد والنهار قصير وخلاص صمتوا ما في مشكلة خلاص سقط عنكم الصيام انتهى يعني كفيتي ووفيتي. نعم من معي؟ السلام عليكم. من الفلوجة تفضل أخي الكريم حياك الله مرحبا. تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي مرحبا. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير جزاك الله خير الجزاء. وجزاكم. عندي شيخنا عندي والدتي ضريرة. نعم. فطلبت مني يعني قراءة القرآن برمضان اختمها القرآن يعني. تمام. اي والله. هي تعرف تقرأ لو ما تعرف تقرأ؟ لا ما تعرف تقرأ. ضريبة يعني. أنت مأجور لك أجران في ذلك. يعني تقرأ لها قرآن وتهدي الثواب الختمة والقراءة إلى أمك يعني. يعني ماكو مشكلة أبدا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من معي؟ ابو عمر تفضل. ابو عمر اسمعني من الهاتف مباشره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله.
سعد حسين شلونك عيني؟ أنا بخير الحمد لله. مرحبا. سعد حسين احنا نازحين من محافظة صلاح الدين. نعم الله يعينكم يا ربي. نعم هاي ما تفضى ابو عمر اسمعني من الهاتف. وين يطلعون هسه بشهر رمضان يهجروننا؟ وين نروح يعني؟ وين نروح؟ وين حالة مثل شهر رمضان؟ عارف كيف يصوم؟ وين يهجروك انت؟ وين هسه حتى يهجروك؟ اين انت هسه؟ وين انت؟ يرجعون لصلاح الدين، يقولون تطلعون تروحون لصلاح الدين، صلاح الدين ما مناطقنا محرره ما مفتوحه، شو نروح بيها؟ وين بصلاح الدين استاذي؟ وين بصلاح الدين انتو؟ بيجي 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 مناطق بيجي قسم ما مفتوحة، شو نروح بيها؟ وماكو بيها لا خدمات لا كهرباء لا ماي لا كل شيء ماكو. الله يعينكم والله يا اخي. الله انت وين انت؟ في كردستان؟ في كركوك؟ وين انت هسه ساكن؟ يا اخي احنا بكركوك، بكركوك احنا بس نريد المسلم، لازم كل مسلم يغير قلبه سمح المسلم بشهر رمضان، خصوصا شهر رمضان يعني. خلاص اتكلموا، انت حكيت وبلكي اصحاب الاختصاص والمعنيين يسمعون. وين الاسلام؟ وين الاسلام؟ وين الاسلام؟ اكو مسلم وين المسلم؟ تطلع شنو بيدي يعني؟ شنو بقدم لك؟ يلا الله يعينكم ابو عمر، الله يعينكم يعني، الله يحفظك ويسلمك اخويا. الله يرحمه بحالكم إن شاء الله. الله أرحم، الله أرحم بكم يعني يا رب إن شاء الله. نعم تمام. نعم أنا ما أعرف الأخوة اللي يتواصلون معي أكو في انقطاع يعني الظاهر، فيعني ما أعرف أنا هيك أسئلة حقيقة يعني ما أعرف، ما أريد أدخل بها بالبرنامج حتى البرنامج لا تطلع من إطار اللي هو أنا راسمة إلى حقيقة، بس أقول أنه يعني إذا لم ترق القلوب في رمضان فمتى ترق يعني؟ ولابد لكل مسؤول حتى لو ختم على قلبه أو ختم على إنسانيته أو ختم على ضميره أو على شرفه طبعا أن يرقق قلبه. الأصحاب الاختصاص المعنيين في موضوع التهجير ومعرف إيش يعني، هذه الناس المسكينة رحمة بهم في رمضان، رحمة في كل مكان. نعم أم حسوني تقول السلام عليكم شيخ، هل يجوز شراء حاجات البيت الكهربائي بالاقساط؟ يعني إذا من مع اتصال؟ أم آلاء تفضلي. أم آلاء. أم آلاء أني أخويا عدنا أني علي نذر. نعم إي علي نذر، بعدين أني ما عندي الساعة وفيني عادي. اي على ما على مجالك، من يصير عندك ام العزيزه توفين ماكو مشكله ابدا، ماشي من يصير عندك توفين النذر ان شاء الله. اه والله يعني حالتنا احنا نازحين من الموصل يعني ما عندي. الله يعينكم. كان المفروض كان المفروض لا والله. اتقرب المفروض لا اتقرب الى النذر اذا انت حالتك هيك ضعيفه يعني يا اختي العزيزه. عموما من يصير عندك امور زينه توفين بالنذر ماكو مشكله، وانت غير آثمة ان شاء الله يا رب. نعم اخي علي تفضل. علي تفضل. علي علي تفضل انت معي. ها علي اروح على الفيس اجاوب له تسولف. علي تفضل اروح على الفيس. تمام طبعا احنا قلنا المسائل الكهربائية او شراء الاثاث او اي شيء بالقسط اذا حدد آلية الشراء فماكو مشكلة. كيف يعني؟ يعني قال لك هاي الحاجة بمئة ألف نقدا، وقال لك بس تصير بمئة وخمسين اذا بالاقساط يعني، ماشي؟ فاني حددت قلت لا اريد نقدي وهاي فلوسي بديهيا صحيحة، وكذلك اذا قلت بالقسط وانطيت مقدمة كذلك صحيحة. فحدد، فما يجوز تاخذ البضاعة وتقول بعدين نتفق لو نقضي لو بالقسط، لا هذا يقول إلى الخلاف وإلى المشاكل، فلا يجوز. يجب أن تحدد تقول لو نقضي لو قسط يعني. عمر مشداني حياك الله وجزاك. بلال الدوري يقول سلام عليكم شيخي، أني طالب جامعة وامتحاني في رمضان خطيئة طلاب، والله أني ما أعرف شو أسوي لكم، أتمنى أقول لكم فطروا يعني، أتمنى أقول لكم أريدكم تنجحون وتجابون زين، بس ثقوا يا أخوان لا تخلون موضوع الصيام هاجس نفسي عليكم، لا تخلوا صار هاجس نفسي عند الطلاب من الآن، خايف شلون أمتحن شلون أقرأ شلون
يعني ما يعني خلاص أخي سحر وإش أكل وإشرب زين وتوكل على الله سبحانه وتعالى وذهب للامتحان. إذا غلبك الجهد وخلاص انتهيت تعبت أخي خلاص تفطر وعليك القضاء. يعني يقول بلال الدوري نفس السائل يقول شيخي أمي متوفية هل يجوز أختم القرآن وأهدي ثوابه لأمي؟ نعم يجوز، أن من العبادات التي يجوز إهداؤه هو القرآن، قراءة القرآن. فعندما تختم تقول أهدي ثواب هذه الختمة لأمي، أولا تهديها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ثم تهديها لأمك الله يرحمه. يعني حسين الأحبابي حياك الله يقول شيخ الحبيب بارك الله فيك عندي سؤال، والدي يبلغ من العمر 71 وهو مصاب بمرض السكر المزمن، يقول يأخذ الإنسولين إضافة إلى أمراض أخرى يعني، فهل يجب عليه القضاء أم الفدية؟ خلاص إذا هذه العلل موجودة فيه ما عليه إلا أن يفطر وعليه الفدية، يدفع عن كل يوم بين 2000 و2500. أنا ليس قولي هذا يعني لم يعني أقطع به، أحتاج أن أراجع المشايخ في تحديد نسبة الفدية والكفارات الأخرى إن شاء الله. نعم من معي؟ مهند تفضل. مهند ألو السلام عليكم. حياك الله. مرحبا أخي مهند، مرحبا. شلونك شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير مهند. مهند من بغداد الله يخليك. تفضل أخي تفضل. الله يخليك شيخنا. عندنا سيستر. نعم. عندي زوجتي حامل بشهر الثامن. نعم. وعندها ضغط وضغطها مزمن يعني. نعم. وبدأت يعني جابتها برمضان. نعم. فش يعني 23/6. نعم. هل يجوز عليها الصيام؟ لا والله هي أعرف بنفسها، إذا كان الصيام يضعف من حالها أو يؤذي الجنين، مو بس حالها يؤذي الجنين، فما عليها صيام، تفطر وتقضي بعد رمضان إن شاء الله بإذن الله بعد نعد النفاس. أشكرك حياك الله. عموما الحوامل يعني أكثر من 90% يعني هو حقيقة عدم الأكل وعدم الشراب ربما فيه ضرر عليها وعلى الجنين، وإن كان نسمع من نسواننا ونسمع من أمهاتنا سابقا يقولون كنا يعني حوامل ونصوم، يعني ربما ذاك زمان وهذا زمان ما أعرف يعني، بس عموما أغلب الحوامل لا يطيقن موضوع الصيام، فإذا فطرت الحامل أو أفطرت الحامل فماكو ضير أبدا وما عليها إلا القضاء بعد عدة النفاس أو بعد مدة النفاس. حياك الله أخي خالد الشكر، وأنت كذلك منور أخويا. علي الدليمي يقول يقول شيخ سؤال، يصير شبك الأيدي في صلاة الجمعة؟ طبعا هناك نهي في موضوع شبك الأيدي هكذا في صلاة الجمعة وتجلس، هناك نهي نعم للنبي صلى الله عليه وسلم في شبك الأيدي، ومنهم من يفسرها الجلسة اللي تجلس وتخلي إيش يعني إيدك تلفها على رجليك الاثنين، يقولون هذه هم كذلك فيها نهي يعني. نعم مهدي تفضل. أخي مهدي مهدي تفضل. أقدر أحكي الشيء؟ أي نعم حسين وياك، أنا حسين وياك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هسه من هو اللي متكلم معي؟ امرأة لو رجل. شيخ تفضل مهدي. شلونكم؟ الحمد لله بخير الحمد لله. مهدي مهدي من كركوك. تفضل أخي مهدي حياكم الله. حجي مهدي. عندي بايع حاجة بأربع ملايين وربع لمدة سنة، وهذا السنة الرابعة تنبع عليها ما منطيني فلوس، عليها زكاة؟ والله إذا هو هذا مو بس ميؤوس منه، هذا دينك مو بس ميؤوس منه يعني. ما أعرف والله إذا كان هو ما أعرف ما يبلغ قيمة يعني، يبلغ قيمة 200 مثقال فضة 4 ملايين. إيه تمام. بوالي أستاذ حجي مهدي. هو انت صحيح بعت ما اعرف ولكن لم تقبض المال لحد الان، يعني من شروط الزكاة الملك التام، يلزم الفلوس اول، لازم تلزمها للفلوس يعني، الزم الفلوس من تقبضها يحسب عداد عليك اذا خليتها ضميتها سنة كاملة تحسب، فما دام ما قابضها بعدها مو ملكك مو جوايدك الفلوس مو لك ان شاء الله. اي احتمال ما ينطيك اياه، احتمال يرجع لك بضاعة. او يعني عندي 3 ملايين منطيها شغل الحنطة شلون يعني بوقتها بين 2014. اي زين ايش بيها ال 3 ملايين؟ على الربح ولحد الان لا هو قبض فلوس ولا انطاني، هاي شلون زكاتها؟ ها منطي 3 ملايين للعمل شغل؟ لا
من طيح التاجر يشتغل بها. هذا مو انت، هذا مو انت تزكي اذا بما انه يشتغل بضاعة. ولا هو استلم ولا انا اخذت منه. ماشي، هو بالمشروع، المشروع مالته شنو؟ عروض تجارة، سوبر ماركت، يعني بيع اطارات، اي شيء يسموه عروض تجارة، هو يزكي المال سواء ماله هو مالك، اثنيناتهم يزكي. تسويق الشنطة، تسويق خنطة. اي خلاص، هو يزكي حسب البضاعة والمادة اللي يريده هو يعني. حسب يعني انا ما يلحقني. اي هو خلي انت وصيه هو يزكي. هذا موضوع طويل، موضوع الشراكة وجمع رؤوس الاموال والزكاة فيها، بس انت وصيه كل انت طلع حصة الثلاثة مليون من طبعا اذا بلغ النصاب يعني من الزكاة. نعم، من معي؟ تمام، كنت من معي من بغداد؟ السلام عليكم. حياك الله اخي، مرحبا مرحبا. كيفك شيخنا؟ الحمد لله بخير، تفضل اخي. بالسؤال ايه؟ شيخنا نعم، على صار رمضان عم اشتغل بالمعامل مطاب وكعب وهاي عشان نعم ومن أنا ماذا أسمعك زين؟ محل مال طابوق؟ إي أشتغل محل مال طابوق. إي وعطش وعطش وتعب. ها يعني. تعب تعب، إيش قد عندك أطفال أخي الكريم؟ والله عندي أطفال اثنين زوجي. أنت إيش قد عمرك؟ أنا 91. مواليد 91؟ إي يا معود، بعدك بالباكيت يا معود، شو تريد يعني؟ يعني أنت تفطر ما تصوم رمضان؟ لا مو واصل، بس عطش والله وديش من صرت بس طحت فرنب يعني. تعطش؟ هو خلص طرمان. تعطش؟ ايوه علي حيل عطش يعني، تشتغل مع المطابوق وهذا. ماشي تحمل حبيبي، شو اسمك انا نسيت، ماكو اسم يمي. اسمك؟ باسم. ظافر؟ باسم. باسم انت هو رمضان بيسر عجيب يعني، انا من الناس يمكن ما اتحمل الجوع والعطش يعني، بس في رمضان اشوف البيت واشوف الاصدقاء والناس كلها صايمة وتنوي ذلك لله، يعني الامر يختلف يعني، فانت توكل على الله وسحر زين واشرب مي هواية بالسحور وان شاء الله يعني تخلص رمضان كله يعني. يا معود بعدك يعني شباب. نعم، مروان تفضل. ام مروان السلام عليكم. تفضل يا ام مروان. مرحبا. عليكم السلام اختي، مرحبا. شلونك شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخ سؤال. اي تفضلي. امامي يريد يروحون للعمره عمر في رمضان، وامي والدتي عمرها بالخمسين سنه. هل يجوز تروح ويا امامي وعماتي هناك وفي بيتي كلهم يروحون برمضان؟ ايش قد عمرها امك؟ 50 سنة. اي خلاص ماكو مشكلة، ما دام عمامك وزوجاتهم واكو نساء ثقات وياهم مجموعة نسوة وبهذا العمر هي، ما في مشكلة، عادي ماكو مشكلة. مشكور. ماشي عيني، الله يحفظكم ويسلمكم. نعم، من معي؟ نعم. زهرة النرجس تقول: اللهم اصلح شبابنا واستر نساءنا، آمين، واحفظ شيوخنا، الله يحفظك ويحفظك أختي ويحفظ الجميع. سلطانة تقول: السلام عليكم شيخ، إذا وحدة ما صامت رمضان السابق بسبب الحمل وبعد ما قضته وهسه إجا رمضان الآخر، أولا هذه كسولة الظاهر يعني ما يصير، ليش يعني ما صامت أختي؟ فعموما يبقى من الآن اكو وقت 15 يوم تقدر تقضي ما تستطيع من أيام رمضان السابق، وإذا إجا رمضان عادي بعد رمضان تقضي رمضان السابق وما عليها أي كفارة أو أي شيء يعني، ماكو مشكلة أبدا يعني، والله أعلم. من معي؟ أبو عمر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم رب احفظ بلدنا وبلدنا سلاما على الجميع. شيخنا العزيز السلام، مرحبا. انت انطيت ما به الكفاية، ولكن عندي نقطة مهمة يمكن التوضيح والمشاهد يستفيد من عدها. نعم. الله يرضى عليك، الصيام من الناحية الصحية فائدة عظيمة للجسم، مثل ما بينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله صوموا تصحوا، والأطباء أيدوا هذا الحديث القيم. مثلا الشوف للمعدة والأمعاء كذا يزيل الرواسب إلى آخره، يزيل التهاب الكلى والحصى، يزيل بعض الحمايات، هذه كل الأمراض تعالج بالصوم. فالصوم جنة، الصوم جنة، فالإنسان اللي يتمكن على الصيام يتوكل على الله. وأكو نقطة مهمة جدا إلى المشاهدين الكرام،
اكو بعض الاصدقاء لما قالوا لي يابا احنا حاره الدنيا كذا ما نقدر نصوم، نريد نروح نسافر للمحافظه الفلانيه. قلت لا يجوز هذا الكذب، بس تتوضح لي يا العفو، لا يجوز هذا لان الكذب على الله، لان عاني ما اصوم احلش الا اسوي نفسي اريد اروح للمكان الفلاني على مود احتضر السفر مثل من كان على مرض وكذا سفر فلان هاي مال العالم القرآن الشيخ المجد ما تجيب وان تصوموا خير لكم. فهذه هاي النقطة مهمة جدا. اكو بعض الاصدقاء لما قال والله حر الدنيا وما نقدر نصوم كذا، قلت زين شلون الصوم من غير رمضان؟ والله حكم الصيام عن الصومة رسما الامر امر كتب عليكم الصيام، انت شلون تريد تروح من باقي الايام الصوم وهذا رمضان اللي عليك ترى عقابه حاره كذا الى اخره، فالتوجيه من عندك الاوضح يكون. والسلام عليكم. جزاك الله خير على هذه الملحوظات المهمة حقيقة، بارك الله بيك. وفعلا هو الصيام الله يعلم ما في السر وما يعلن الإنسان يعني. نعم، من معي؟ أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أحمد. مرحبا، الحمد لله. شلونك أحمد؟ والله الحمد لله ماشي الخير. سؤال الحمد لله. إيه جواب. عندي زوجتي. ايه شبيها يا الله. ايه يعني برمضان يعني يبقي لها 10 ايام 40 هذا الصوم يعني رمضان. شلون برمضان شنو؟ يعني جاي رمضان وبعد ما طلع 40 يعني عاد الصوم؟ ما طالع 40 شنو تقصد؟ النفاس؟ النفاس اخي تقصد؟ شلون شيخ؟ النفاس ما مخلصة نفاس تقصد؟ نعم نعم شيخ. اي اخي الحائض والنفساء لا صيام عليها، لا صلاة ولا صيام ولا قراءة قرآن ولا تتلفظ بالقرآن ولا تدخل المسجد. الحائض والنفساء ما عليها صيام اخي، وعليها القضاء فقط. من ينتهي النفاس تصوم ما ادركها من رمضان، والايام اللي ما صامتها تصومها بعد رمضان ان شاء الله. نعم، معي متصل؟ نعم. ما في خلاص؟ تمام. الأخ يقول أبو مهند السلام عليكم، هل قال السؤال قال أهل العلم إن الأبر إن لم تكن مغذية فهي غير مفطرة، لكن بعض الأبر غير مغذية تحوي على يعني بصورة عامة أخي الأبرة اللي هي بالوريد أو بالعضلة هي ما تفطر أخي، يعني ما تفطر إن كانت مغذية وإن كانت إنسولين وإن كانت الضمادات الأخرى. يعني هي أخي الأبرة في العضلة أو في العضلة أو في اليد يعني لا تفطر أبدا أخي الكريم. يعني الصدق أمانة في أعناقنا، حياك الله وبارك الله بك أخي الكريم. كامل ناجي الله يوفق الجميع يا ربي. مرحبا جميعا أخواني. الأخ موسى غضير يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول شيخ الصوم في الصيف يؤذي صحيا، والحمد لله من كنت عمر 9 سنوات أصوم والآن عمري 35 سنة. ما شاء الله عليك والله يفتح عليك ويقويك يا ربي. من معي؟ نضال تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ الحمد لله بخير الحمد لله. أخوي أنا نضال من بغداد. حياك الله أخي. مرحبا مرحبا. خليك مرحبا بك أخوي رديد أحمد. بس سؤال. إيه. أنا مهجر. نعم. وعندي أولاد 2 من الزوجين. نعم. ألو. إي وياك. نعم أسمعك. وعندي مبلغ من المال تقريبا 8.5 مليون. نعم. هل يجوز الزكاة عليه ولا لا يجوز؟ أنت إيش قد راتبك شهريا؟ إيش قد راتبك نضال؟ راتبي شهريا تقريبا 500. 500 وأبناء مستحقين الزواج ما يتزوجون؟ أي نعم. وأنت نازح؟ بني؟ نازح أنت نازح؟ أي نازح إيه. خلاص أخي لا زكاة عليك إن شاء الله يعني. ممنون شكرا جزيلا. الله يفتح عليك يعني، بس حاول تزوجهم بهاي الفلوس يعني الأبناء أو يعني فتشي يعني. نعم كنترول انتهى الوقت.
انتهى الوقت. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا، أسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا، أسأل الله تعالى أن يرحم من مات من علمائنا ومشايخنا، وأن يحفظ من هو موجود بيننا، الشيخ محمود عبد العزيز وإخوانه من العلماء والمشايخ. وما كان من صواب فهو مني ومن الله ثم ممن علمني، وما كان من خطأ فهو مني ومن الشيطان. أسأل الله تعالى نتجاوز عنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.